Yes, we are the champions. Nous sommes les champions. احنا ابطال العالم. هتكلمنا يا حاتم عن الهاندبول؟ هكلمك عن الهاندبول. واحنا كل يوم بناخد بطولة عالم، طبعا هنتكلم عن الهاندبول. بقالنا يومين بنتكلم وهنتكلم كمان، وده يعني اقل واجب علينا لابطالنا اللي شرفونا وقدروا ان هم يفوزوا ببطولة العالم. العاملون في صمت، الناس دي كانت قاعدة شغالة مش عارفين عنهم اي حاجه. كل القصه ان هم شغالين مجتهدين عايزين يوصلوا، والحمد لله الحمد لله بفضل الله قدروا ان هم يوصلوا لبطوله العالم. احنا ابطال العالم. انا خلوني اشبه شويه الحته دي بين الميم والميم والميم والنون، الميم والميم، الملايين والملايين، وفي نفس الوقت عايزين نقول الميم والنون في الاعلام اللي هو الاعلام والاعلان. هي تشبيه كده يعني، في ناس بتصرف عليها كتير قوي، في ناس بتضطر ان هي تلجا للصرف كتير في الاعلان، وفي نفس الوقت الاعلام رساله. ده نفس القصه بين الميم والميم اللي هي الملايين والملاليم. الناس اشتغلت بملاليم وقدرت ان هي توصل بحاجه، انجاز كبير جدا. يمكن كمان شفنا اول ما فزنا في بالبطوله الحمد لله بفضل الله، طبعا اللعيبه نزلوا سجدوا شكر لربنا، وفي نفس الوقت كان سياده الرئيس بعت تهنئه سريعه للناس بتوعنا لابطالنا. مش بس كده، هو تم تكريمهم كمان بعد ما رجعوا، سياده الرئيس طبعا كرمهم، واستقبال الناس في المطار لابطالنا كان يعني حاجه بجد بجد مشرفه. المنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت، وارتفاع علم مصر جنب علم المانيا والدنمارك، وخصوصا علم مصر بيبقى في النص، يعني احنا الاوائل على البوديوم، الميداليه الذهبيه. كمان من الحاجات الجميله جدا جدا جدا، انا يعني الريكوردز والحاجات دي كلها يمكن اتكلمنا فيها، افضل لاعب طبعا احمد هشام وحسن وليد هداف البطوله، وعبد الرحمن حميد اللي هو حارس المرمى احسن حارس مرمى واول حارس مرمى ياخد يجمع بين بطولتين برونزيه الشباب وذهبيه العالم، كل الكلام ده جميل. لكن الاجمل بقى منه، تعالوا نروح لحته تانية خالص، الحته بتاعت نيجيريا. منتخب نيجيريا كان بيشجع بحرقه وبقوه فظيعه منتخب مصر. عايز اقول لكم على سر، يمكن مش سر، هو يعني تصريح قاله المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قال ان هو لما كلموا القائمين على البطوله كانوا عايزين يوفروا لهم حتى اتوبيس يوصلهم من الفندق لمكان البطوله او الاستاد، قالوا لهم ما فيش. عملوا ايه بقى؟ مشوا ساعه ونص عشان خاطر يروحوا يشجعوا منتخب مصر. شفناهم بيتفرجوا ماسكين اعلام مصر زي ما حضراتكم شايفين كده عشان يشجعوا المنتخب. منتخبنا بعد ما فاز راح احتفل مع شباب نيجيريا. دي رسالة مهمة جدا بتقول للعالم كله حاجة مهمة جدا، ان الرياضة احد اذرع القوى الناعمة. اذا كانت الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والدبلوماسية المصرية شغالة في افريقيا عن طريق الدبلوماسية، فالقوى الناعمة والشعب والرياضة والفن والادب والثقافة ليهم دور مهم جدا، والازهر والكنيسة، كل دي اسمها قوى ناعمة. مهم جدا، يمكن اقوى من دور الحكومات، لان هو بيقرب اكتر الشعوب. المنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت، يعني لو عملنا كل حاجه في الدنيا يعني احنا سعداء جدا بهذا المنظر. اللعيبه والمنتخب النيجيري بيشجع منتخب مصر اكنه هو اللي بيلعب. لما سالوا المدير الفني بتاع نيجيريا قالوا له حضرتك ايه اللي خلاك يعني يعني ده شعور جميل يعني وكل الكلام ده، قال لهم انا حسيت ان انا واجبي ان انا اشجع المصريين عشان خاطر اديهم دفعه، لان هم بيمثلوا القاره الافريقيه وبيمثلونا. كلام يعني بجد حاجه جميله جدا جدا جدا. عايز اروح لحته مهمه تانية، وهي المدرب الوطني. المدير الفني المصري مجدي ابو المجد، المدرب العام حسين زكي، مدرب حراس المرمى حماده الروبي، دي اسماء كبيره في مجال الهاندبول. المدرب المصري عنده الزرار اللي بيقدر يدوس عليه يطلع من اللاعب الابداع والحماسه والرجوله وكل اللي حضرتك عايز تقوله. المدير الفني الاجنبي راجل بروفيشنال بيجي يطبق الفنيات بتاعه اللعبه، ويهمه في الاخر يتحط في السي في بتاعه ان هو فاز بالبطوله بس. لكن احنا عندنا الزرار، يعني شايفين يعني المدير الفني والمدرب العام وكل اللعيبه وكابتن حماده الروبي اللي كان مدرب حراس المرمى، كان اكبر يعني من اكبر حراس المرمى اللي كانوا موجودين في التسعينات، حاجه بجد واوائل الالفينات، طبعا حاجه جميله، يعني حاجه جميله لما عندهم الزرار بيملكوه ان هم يدوسوا عليه ويطلعوا الحماسه بتاعت شويه الشباب الجميل اللي قدام حضراتكم، اولاد النيل واولاد مصر اللي من جميع انحاء الأندية المصرية، كان الجيش أو نادي الشمس أو نادي هليوبلس أو نادي الأهلي أو نادي الزمالك أو 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 يعني جميع محافظات مصر، هتلاقي اللعيبة دول موجودين. عندنا بطولات وعندنا أبطال وعندنا مواهب، عايزين بس إن إحنا إيه نلقي الضوء عليها. مش عايز أقول بقى إن إحنا كإعلام مقصرين، الحمد لله إن إحنا ما ركزناش معاهم في بداية البطولة عشان خاطر يقدروا إن هم يوصلوا اللي هم وصلوه دوت، ومن دلوقتي بقى دورنا إن إحنا ندلعهم ونشهرهم ونخلي الناس كلها تعرفهم وتتعرف عليهم، وبفضل الله ويعني حاجة بجد مشرفة وحاجة جميلة جدا جدا.
عندي حاجات كتير عايز اتكلم فيها برضو. عايز اتكلم على ان احنا اول منتخب غير اوروبي بيفوز بالبطولة دي، وان دي اول بطولة نقدر نفوز بيها كمنتخب للناشئين في الهاندبول. عندنا زي ما قلنا حسين وليد هداف البطولة، عندنا احمد هشام افضل لاعب، عندنا عبد الرحمن حميد احسن حارس مرمى، عندنا اقوى منتخب هجوم او اقوى هجوم في البطولة ب 235 هدف، في ريكورد كمان ان احنا عدينا ال 230 هدف الاخراني في 7 مباريات، فده طبعا ريكورد جميل جدا. حقنا نفرح، حقنا ننبسط، حقنا ان احنا نقف جنب ولادنا، و ده بالنسبه لنا يعني حاجه جميله جدا. وطبعا احنا باكينج للناس دي، ويكفي يعني تكريمهم من قبل كل المسؤولين، بدايه من اول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الى كل الناس اللي بتشوفهم حتى في الشارع، الابتسامه اللي حضرتك بتديها لها في وشهم كده، دي ده تكريم ليهم، هم اعتقد بيبقوا سعداء جدا جدا جدا. طيب احنا هنتكلم تاني رياضه برضو، بس خلونا نروح لفقراتنا النهارده. احنا هنتكلم عن المشروع القومي للدراجات، دراجه لكل طالب. يكون معايا ضيفي الكريم استاذ دكتور هشام الجيوش، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. هنتكلم عن المشروع دوت، وبرضو هنتكلم شويه هاندبول برضو، يعني كابطال ناخدهم كرمز لينا في يوم من الايام. انا عايز اتكلم على الرياضه كممارسه عاديه، والرياضه كممارسه للبطوله برضه هنتكلم فيها مع ضيفي الكريم. عندي كمان اهميه التحول الرقمي، دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي جامعه الدول العربيه. يعني ايه التحول الرقمي؟ هل يعني ده هيفيدنا بايه؟ كلام كتير جدا هيبقى مع ضيفي الكريم دكتور عبد الوهاب غنيم. طيب هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع نبتدي على طول اولى فقره، يلا بينا.